الشرير الخارق الغني. أشعر بالألم واليأس. باريس ستكون ملكي. الشرير الخارق المسكين. ماذا فعلت بباب سيارتي؟ هل أنت مجنون؟ أنا آسف، لم أقصد ذلك. هل لديك المال لدفع تكاليف الإصلاحات؟ لا. حسناً، فأخذ دراجتك. لا، أرجوك لا، أرجوك لا تأخذها. إذا أحضرت لي المال، فسوف تستعيد دراجتك. أنت من أجبرتني. في ماذا تفكر؟ لا، أعطني إياها، أعطني إياها. يا لك من غريب الأطوار. الشرير الخارق الغني. الدعسوق والقط الأسود، تعويذتكما ستصبح ملكي الآن. لماذا توقفت؟ هيا أمسكي بهم بسرعة واحضري لي التعويذات. لا، لن أستطيع أن أفعل ذلك بعد الآن. فهمت. وماذا؟ فهم. ستصل بعمي. مرحبا يا عمي، تعال إلى هنا، نحن بحاجة إلى حل أمر ما. ما من المشكلة؟ ها هم. هيا. هل عدت وأخذت منه التعويذات؟ لن أتقاتل معهم بعد الآن. حسناً، فهمت هذا. تفضل. سأتصل بجارتي الآن، هي ستساعدني. مرحباً، تعالي إلى هنا كاروسيل. ماذا؟ أين هم؟ هم. ارجع وخذ التعويذة. لقد اقتلعوا عيني، لقد استسلمت. هل رأيت مدى قوتهم؟ المال يحل كل شيء. حسنا، سأتصل الآن بالرجال وهم سوف يحلون المشكلة. مرحبا يا رفاق، تعالوا بسرعة إلى هنا، هناك اثنان، واصطحبوا أصدقائكم معكم. هيا تعالوا، في انتظاركم. اذهب وخذ التعويذة، سأدفع كل ما تريدونه من المال.
اسمع، لديك الكثير من المال، أليس من الأسهل عليك شراء هذه التعويذة منهم؟ على ما يرام؟ نعم، كل شيء على ما يرام، تمت الصفقة. تراجع، إنها أموالي، هل فهم؟ ألا تحتاج إلى الخاتم؟ إنه الخاتم، يمكنك أخذ الخاتم. اخرس أيها القط. الشرير الخارق المسكين. مرحبا، حل المثال، حل المثال. حسنا. لا، أوه لا لا، هل يمكننا عقد صفقة؟ رجاءا رجاءا لا تفعل، من فضلك. ماذا قلتي؟ أنا أسأل إذا كان بإمكاننا عقد صفقة. كيف هذا؟ هنا. دولار؟ لا، لم أرى دولار حقيقيا في حياتي إلا في الصور. بالطبع سنتفق. حسنا، انظري، هنا 6 و7 و8. هل لا يزال لديك أوراق مثل هذا؟ حل المثال، حل المثال. نعم نعم، لحظة. هناك من يحاول حل المثال، لا بأس، سأقبض عليه الآن. لا لا لا، ليس من الضروري أن أقتلك، يمكننا التوصل إلى اتفاق. ماذا؟ يمكننا أن نتفق. هل هناك أي شيء ذو قيمة معي؟ حسناً، انتظر. هنا. ماذا؟ هل هذا حق سنيكرز؟ نعم. لم أذق إلا طعم الطباشير، الطباشير فقط. الشرير الخارق الغني. لماذا تجلسون هنا؟ إلى الخارج بسرعة. من أجل خوفك، من أجل خوفك، من أجل خوفك. نعم نعم، تفضل يا سيدي هوكموث. أريد أفضل كوكتيل بالنسبة لي. مايورا، ماذا ستطلبين؟ حسنا، سأشرب مثلك. ماذا تفعل؟ إنه هوكموث، لقد تم الإعلان عن مكافأة قدرها 1,000,000 دولار عمن يقبض عليه. حياً أو ميتاً، إذا سلمناه سنصبح 1,000,000,000. هذه فكرة رائعة. أنت سوف تقوم بعمل الكوكتيل له، وهذا سوف يجعله مريضاً. هيا صب هذا المشروب. هل أنت متأكد؟ نعم نعم نعم، هيا أذهب، هيا. لماذا أنا؟ أليس مسموماً؟ إذا لم يكن مسموماً،
سأعطيك مليون دولار إذا شربته. ما مليون؟ لمجرد محاولة؟ يا صديقي تعالي لهنا. ما الأمر؟ سوف تتسمم بالفعل. انتظر لحظة. يا إلهي، كما ترى إنه ليس مسموما، سأحضر واحد آخر الآن. ما هو؟ الشرير الخارق المسكين. آسفة، حان وقت الغداء، سأعود قريبا. سأذهب لتناول الطعام الغدائي أيضا. ماذا لدينا هنا؟ العنكبوت، بسكويت. ماذا تفعل؟ إنه لي. ماذا؟ هل ستظهر لي عنكبوتا آخر؟ إذا رأيتك هنا مرة أخرى سأمزق رأسك أيها الأصلع. ماذا فعلت؟ اجعليني كبيرا. انظر، سأساعدك في كسب بعض المال. حقا، كيف؟ ماذا بك؟ هرب مجرم خطير جدا، كونوا على هبة الاستعداد. لا تذهب للخارج، فالشرطة تطارده. هاتي هاتفك. أنا سبايدر مان وأنت هنا بأمان. أنا سبايدر مان وأنت في أمان. ها
انظر انظر. وداعا وداعا. هل هو لي؟ كيف أستطيع أن أشكرك؟ هذا سهل سهل. اضغطوا أعجبني. ماذا؟ ماذا سمعتي؟ إنه من السهل القيام بهذا. اضغطوا أعجبني على هذا الفيديو وسأكون شاكرا لكم. حسنا، في الواقع أردت فقط أن أقبلك. ماذا؟ حسنا يا رفاق، اضغطوا على أعجبني واشتركوا في القناة. لقد أخرت كثيرا. مرحبا. كما هو الحال دائما أنا أنقذ العالم. نعم، كل هذا من أجلك. كم هذا لطيف. أعطني القائمة. ماذا؟ كل شيء باهظ. يا ترى كم لدي؟ ها أريني كم معك. هذا ماء، ماء فقط. تفضل. شكرا لك، هذه لك. مرحبا حبيبتي، اجلسي معي. لماذا تحتاجين هذا الشخص المسكين؟ وأنا هنا جالس بجوارك. هذا هدية من ذاك الشاب. رائحتهم جميلة. بالطبع أنت لا تعرف هذه الرائحة. تدمير تدمير تدمير. ماذا فعلتي؟ اجعليني كبيرا. انظر، سأساعدك في كسب بعض المال. حقا؟ كيف؟ سيساعدنا والدي لنذهب. هذا يعني أنك بحاجة إلى وظيفة. لدي عمل هنا. هيا تعال. أبي لا تفعل. ما الشكل الذي ستختاره؟ اكتب في التعليقات. مظلة، مثلث، دائرة أم مربع؟
هيا اسحبي. أوه لقد فزت. ماذا؟ فلتأخذي واحدة أخرى. حسنا لقد فزت مرة أخرى. لا يمكن أن يحدث هذا. ماذا حدث؟ لا أبي لا تفعل هذا. حسنا سأجد لك وظيفة أخرى. أشكر ابنتي. تعال. أوه يا إلهي هل تمزح معي؟ هيا هيا اقفز. هيا اقفز. المساعدة يا إلهي. حسنا إذن. لا أريد غيرها. لم أفهم هذا. حسناً حسناً. لماذا تضربني هكذا؟ لا أريد هذا العمل. أو نعم هذا هو. مرحبا أحضرت لك بعض الطعام. أنا أحبك. هنا لحظة واحدة. أوه لذيذ جدا. هل ما زلت تعمل طويلا؟ 3 ساعات أخرى. سوف أنتظرك. وداعا. وداعا. أنا بحاجة لإخفاء المال. هنا. لن تأخذوني حيا، فهمت؟ أنا ثري الآن. بعد 10 سنوات. تفضل. أيها النادل احضر الفاتورة. نعم. هيا فاتورتك. لا مشكلة، 1,000,000,000 فقط. أوه يبدو أنني صرفت كل شيء. سيدي كيف ستدفع المبلغ؟ حسنا قريبا. قليلا، لا يزال هناك القليل في اليسار. بحسبة بسيطة لا يزال أمامك 10 سنوات العمل. رأيت حسابك؟ حسنا سأخذ هذا إلى متجر الرهونات. لكن ماذا عن الباقي؟ كيف ستسدد باقي المبلغ؟ 10 سنوات. أوه.